ماشي. هرجع لنادر اتفضل. وانا اقول النهارده نادر انت حكم عندك خبرات كبيره يا كابتن اسامه. فالنهارده انت عندك حالتين المعايير مختلفه يا كابتن عادل. واحنا قلنا دايما الحكم اللي بيشوفه جوه يحسبه بره وهكذا. ولكن انا شايف النهارده حاله من الحالات المهمه هي نفس الحاله داخل الصندوق هي نفس الحاله بتاعت عمرو السوليه. هنعمل مقارنه بيهم وانا بقول ايه؟ لا النهارده في ركله جزاء صحيحه انت يا نادر اللي قلت مش انا. لشادي حسين. ايوه. ركله جزاء صحيحه انت حسبتها على عمرو السوليه وديت انذار. هي اصعب كمان من جوه داخل الصندوق. جوه 18. وخدت لعبه 18. انا بقول فين الفار؟ كان يجب الفار النهارده ساعة الحكم. الحالات دي يا كابتن مش كلام هنقول، هجيب كابتن ماهر الحالات وهقول لك المقارنات اللي هي تقنع اي مشاهد بالكلام اللي احنا بنقوله.